احترس احترس انا المنافس الشرس احترس احترس يا جماعه. ابن مين ده ولا الشرس؟ ابن مين ده؟ احترس. الطريق كان زحمه جدا. ابن مين ده ولا كان جايب الاسكوتر يا جماعه؟ الناس في الكنترول اللي سايب ابنه يلعب في الاستوديو عيب كده يا جماعه، ما ينفعش كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا لا خلاص بقى، هو سلم يا محمود، عشان يسلم على الجمهور. سلم على السريع. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ يا سلام. ومعانا النهارده في قبيله النخله الاستاذ الكبير الخلوق، جايبين النهارده الاستاذ ايهاب، وعلى شاكلته الاستاذ الكبير المحترم وكلنا بنحبه الاستاذ. اقول اسمك ولا ما اقولش؟ اقول اسمك ولا لا؟ الله اكبر الله اكبر. استاذ هاني عبد الحي، اخبارك يا حبيبي؟ يا سلام، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. تعالى قدم مكانك. لا 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 استاذ محمود حبيبي. استاذ يا استاذ ايهاب، عملت ايه مع الناس دي؟ هنخلص دلوقتي ما تقلقش، هنخلص. منورين يا اساتذه، منور يا استاذ. بارك الله فيك. عاملين ايه؟ الحمد لله. انا قلت مش هنئز لوحدنا، قلنا نشمئز كلنا مع بعض. يلا بينا. الحاجات دي بتبقى عايزه اللمه. ايه اللي جاب ده؟ شوف اللعب بالنفس. ايه اللي جاب ده في قبيله المانجا بتاعتنا؟ استعارته. يلا يا اساتذه، طبعا كلنا 20 جنيه في الساعه. كلنا عارفين إز. في حد ما يعرفش الإز؟ لا انا ما اعرفش. ها؟ ما اعرفش بصراحه. ايه ده، ما تعرفش اول مره تلعبها يا استاذ ايهاب؟ اول مره. ممكن يتفرج علينا. مظبوط كده؟ استاذ ايهاب تعال. اتفضل ازاي يا استاذ؟ تعال بص يا استاذ، ما بلاش مره. اتفضل يا استاذ ايهاب. لا لا مش هو متوتر خلق. انا اشرح له اول مره. تعال اتفضل. اتفضل جنبي. اتفضل يا باشا. لا مش قصدي عشان تتعلم مننا. بص يا استاذ ايهاب. حاضر يا استاذ. لا لعيب، خلي بالك. حلو تمام. انت بتوسطن دي كده، شايف انا ماسكها ازاي؟ المفروض ما تلمس كده، المفروض ما تلمس. اه عشان ما تلمس انت تفضل موسطن لايه الحلقه. اه بس خلاص. في از يعني. وكده وتفضل موسطن الحلقه، ما تلعبهاش كده. هتلعبها كده هتئز. وانا بصراحه مش عايزك تئز. دي لعبه ولا انا عايز ائز؟ دي لعبه محتاجه اعصاب. دي لعبه محتاجه اعصاب. اتفضل، مين اللي حابب يبتدي يا شباب؟ يلا محمود. انا ممكن اعمل سكور في الاول؟ سكور بسرعه وبعد كده العب؟ لا سكور هعملك بسرعه. انا فاهمك، عارف لو مش فاهمك هقول لك اه. ما هلعب بعد كده، هلعب تاني عادي. لا ليه؟ هلعب العادي. ليه؟ اعمل لك سكور. طيب الحلقه طيب الحلقه ماشي. يلا على مهلنا. تمام جاهز يا استاذ ايهاب؟ نقز انت بقى. اتعلم. جاهز؟ يلا بينا. مش من هنا. طب يلا. تقلقش هو كله بيئز. يلا بسم الله. ايه ده بتنور لما تتلبس؟ طبعا وتلف وبتاع. هو ده اللي هينقصك الدرجه. طب ما لعبتهاش يعني برضو؟ لا واضح ان كله جديد في الاز. طب بسم الله. اتفرجوا اتفرجوا. نبدا؟ اتفرجوا. اتفضل اتفضل. يلا بينا. خلي بالك. لا الموضوع مش سهل. الله ده عزيز. عزيز قديم. نعم. عزيز قديم. عزيز قديم. بدا على مين؟ يا نهار ابيض عليك يا محمود. انا هقول طيب شكلك عزيز. لا وصايم يعني، ما بالك بقى لو فاطر بقى. على مين؟ يعني ما بالك لو فاطر بقى. انا عامل ايه؟ بيفرق في الفطار طبعا. عمال ايه؟ بص بص بص. انا هلبس لهم النظاره خلي بالك عشان الاز ده. اهم حاجه تعمل كده عشان ايه؟ ايوه تعرف ايه تكمل. تعرف تقز كويس. لا انت مش طبعا كل لعيب معاه 200 نقطه. 200 نقطه. كل ازايه ب 10. كل ازايه. لا بس ده ما بيأذش خالص الراجل ده. انت واخد بالك؟ لا يجي عند الكوبري اللي في النص ده ويروح وكده ازاي؟ لا هو محمود محترف فيها بصراحه. خلي بالك من دي. يا نهار ابيض. محمود محترف فيها. ما شاء الله عليك يا حوده. بص ما شاء الله. يا سلام. ده انت كمان بتلعب. اول ازتين. يا سلام. ازه واحده. لا انت قلت في نفس المكان. بس ده مش في نفس المكان. لا في نفس المكان. طيب خلاص ازه واحده. ازه واحده. هو ده اسمه يا محمود يا فتح الله الغرور لو صابك. أيوة. اسمه ازه. أيوة. هو عدى. ايه اللي رجعه؟ كده نزل 10 بقى معاه 190. الحركه الصعبه. حلوين؟ بقى معاه 190 يا شباب. لا بس برضه. هل هيوصل بيهم؟ لا لا ما شاء الله. ولا هيتغر؟ لا ما شاء الله عليك. تفتكر اللي فاتت. دي رسالة لأي مغرور؟ طبيعي إنه ما يتغر. ما تغرش في نفسك يا جماعة. برضو؟ هو واثق إن محدش هيأذي نص الأز ده. دي حالة بتجيله بعد ما بيعدي النص. لا 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 ما تضحكش عشان بص. حاولنا نعدي عشان الضحك بيفرق. ايوه الضحك بيفرق. حسسني إن سروجي سيارات. سروجي سيارات. عاش محمود. عاش محمود. لا بس ما شاء الله ما شاء الله. أسرع شوية بقى. اسرع شويه. دي عايزه لفه. اوبا اللي دي صعبه جدا. اسرع شويه بس. انا طريق خطر. اسرع شويه. عاش محمود. اسرع شويه. ودي ملهاش تايم؟ المفروض دي كلها تايم. لا ملهاش. لا ملهاش تايم. ايه علاقه بالاس؟ احنا مديناك براحتك خالص يعني. تمام. عاش محمود. البشبوري بتاع السبكاري اللي بيولع بيه النار ده. ايوه هو نفس واخد نفس الوضعيه دي. هو انا لو اذيت واحد مرته ادي ثاني ازه. يا ابني مالك؟ ما تضحكش يا محمود. الحمد لله يا رب. ده
انت جاي اهي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما كانش في أزة في الاخر. ارجع مكانك. شفت على فكره انا عرفت مين عينه وحشه. شفت معايا المرتين. شفت الغرور. يلا يا استاذ جاهزين. هي لو مين اللي هيبدا؟ اتفضل اتفضل يا استاذ. استاذ هاني انت ما جربتش خالص صح؟ لا. طب تعال جرب مره وابدا. بتهزر؟ اه والله. انت عايز نخسر؟ لا هقول لك عشان اقول لك. لا التجربه خير ولا ايه؟ بص يا ريس بص يا ريس كويس. بص يا ريس انت اهم حاجه تكون ماسك من هنا ومن هنا حلو؟ ايوه. وبعد كده توسطن. توسطن. توسطن ايه ده انت بتقز؟ لا 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 انا بوريك بس بوريك. ولا مين؟ توسطن. لبست النضاره؟ عشان اعرف اقز يا رب. هقز من غير نضاره ازاي؟ ما تعملهاش عصرت كده. كان بيحصل من غير نضاره. هتقز بالورم كده. ممكن اعمل بروفه؟ اه طبعا انا جايبك عشان تعمل بروفه. عامل زي الاستاذ محمود من هنا. انت لسه بالفكره اللي فاتت. هي سهله محمد. يا هاني انت قدها ودود يا هاني. فعلا؟ لا احنا اصلا جايبينك عشان تقز. بس مش بسرعه احنا مش محتاجين السرعه احنا ما عندناش وقت. لا السرعه حلوه. لا احنا ما عندناش وقت ما تعملش زي محمود ما بوظليش الحلقه. ليه؟ على مهلك. انا كنت على مهلي جدا. على مهلك على مهلك وبالراحه. معانا وحود. ده سهل وحود. حلو جدا. معانا وقت. معانا وقت. اتبسط معانا يا هاني. بس بقى حرك رجلك بقى هتلاقي رجلك بقى ايه؟ هو تحريك الرجل هو اللي صعب. اه كل ده تيست. شفت بقى؟ هاني جاهز؟ انا جاهز يا باشا. يلا ارجع من الاول. اقول هنا؟ الدنيا سهلة صح؟ جدا. طب يلا بس ما تتغرش. لا لا يعني خلي محمود فتح الله يمساله. ابدا. وانت بتدخل الحلقة مش قضية الحتة القدامية يعني دي كلها ما فيهاش مشكلة. كده ما فيش مشكلة. لا ما فيهاش مشكلة. تمام. لحظة. قول لي ابدا. يلا ابدا براحتك ابدا. انا بدأ. معكش وقت على فكرة ها؟ يعني براحتنا خالص. اه براحتك خالص احنا ما يعني ما وراناش حاجة. عاش يا هاني والله. فعلا؟ بس لو جبت ال 200 هتاخد عين خلي بالك. معاك 200 نقطة. يعني اخسر 10-20 ممكن حد يساعدني ويشيل السلك اللي تحت رجلي؟ لا مفيش. لا 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 هز 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 هز. لا لا ما هزتش. لا في وضعها ان شاء الله. عاش يا هاني فعلا؟ عاش والله. اهم حاجه في اللعبه دي يا هاني انك وانت بتلعب تسمع الاهات اللي شغاله. هي دي المشكله. مش واحد يحطوه عند المايك كده ويكهربه ويقول يا عم ده ازاي؟ ما هي انا سمعت الصوت اهو. حلو يا هاني. انا سمعت صوت بس مش مستاهله. مش مستاهله. احميني احميني يا استاذ محمد. احميني يا استاذ محمد. احميني يا استاذ غزي. نعم احميني. انا في ظهرك يا استاذ. انا في ظهرك يا استاذ. هو لو جاب ال 200 هيبقى ايه؟ لو كلمت هتخصم منك 10 كمان. او يزيد او انا ازيد 10. مفيش كلام يا او انا ازيد 10 ايه؟ او انا ازيد 10 والله ما برجع لك كلمه. اوبا هيزيد. انا مش هتكلم. لا لا العب يلا. عاش 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 عاش. انت حلفت وقلت والله ما برجع لك. هتبقى 210. قلت والله هتبقى الوحيد 210. طيب يعني هو كده خصم منه 10. لا لا لسه لسه لسه. لا لا انا ما قلتش اتكلم قال ايه عشان تبقى فاهم الوضع. ايه رايك يا زياد؟ شغل معلمين. في كلمه معينه مستنيها لو قالها هن. لا انت ركز انت ما تشغلش بالك فينا. انا شايف ان انت تنفس تنفس ما تتكلمش. خلي الكلام بالرمش. عاش. لحام تحت الميه. سلام يا استاذ هاني. انا عايزك تبص في المينيتور عدد حاجه هاني. ابره مش هتعمل كده. جراحه. يلا يا استاذ هاني. انت سامع الاذي؟ انت اللي قلت لي. انا قلت لك اعمل اللي انت عايزه. والله ولا كاننا موجودين. تحب نسيب لك الحلقه ونخرج؟ لا زي ما زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين. انا قلت فتح الله ما قلتش حلقه. ايوه فتح الله كده تخصم منه 10. لا لا ده حداد اللي اتكلم. نسيت عليه 10. ده انا اللي اتكلم. أزد ما يجراش حاجة. ما تبطرش. ولا ده كده عظم. كده عظم. الحمد لله. كده عظم. معاك 190 نقطة. هل هتوصل بيهم يا هاني؟ يا استاذ غزي 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 اديني والله. لا براحتك ما تستعجلش براحتك. بس خلي بالك في مشكلة. ما حدش بيجري وراه. هقول لك ايه مشكلة؟ ان الواحد بيزهق. لا ما تزهقش. ما عندوش خلق. انا مليت. خلقه ضيق. الطريق طويل قوي. تقعد تحافظ طول الوقت. لا لا من الاخر دي لسه في حاجات بتتخصم من حوده ما تقلقش. انا عرفت ليه الاستاذ فتح الله كان عامل الوضع ده. هتورينا البدعه دلوقتي انا عارفك. ولا ازه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شوف حلو قوي والله. حلو قوي بجد. انت غلبت محمود فتح الله والله العظيم. محمود فتح الله ده جاب 180 انت معاك 190 بجد. اهدى بقى خالص. اهدى ما وراكش لو لمس بقى. احنا ما وراناش حاجه. عرفنا لعيب فين. احنا ما وراناش حاجه. تاثر انت اول موضوع عندك. انا كنت ماشي زي السكينه في الحلاوه. عاش عاش. مفيش الكلام ده غزي صح؟ عاش. انهي كلام فيه؟ بتاع الكلام. الكلام هنا هيخبط دلوقتي. هي بس مش هنعلق كل هاني لازم لازم طبعا بس ده حق طبعا. هاني مرتين لازم مرتين هاني عشان خاطر العين. ليه يا استاذ محمود بس؟ في كده مثل يقول لك ايه؟ يا اخي ده احنا غلابه. ده انتوا حيتان.
مش عارف انا اتحسدت. ده انتوا حيتان واخدين عمال يلمس عمال يلمس واخدين كل اتصالات الجمهور. ما قلتش اذكارك فانت قلت لو كنت ضربت عمال يلمس سيبه يلمس بقى اسكت مش حاجه ده لعيب قوي مش حاجه بتلمس ده لعيب زياده عن اللزوم. قول يا غزي انا لعيب ده انتوا واخدين كل اتصالات الافكار الافكار يا استاذ غزي ممكن اعرف السبب الناس دي مش واخده كل اتصالات الجمهور حريف حريف قوي كل اتصالات الجمهور ايش يا ترى دي احنا هنقول 1-2 جمهور النخله في المشهد بس بعد ما خلاص خلاص يا هاني خلاص خلاص يا هاني مبروك يا هاني 190 يا هاني عصبك عامله ايه حديد بعد الهوا خد لك بعد المغرب بعد الفطار برافو يا هاني ناسي ناسي نتيجه البرنامج كله فور اتفضل يا استاذ فور اللي طلعت بقى ممكن بالسكوتر بعد اذنك يا استاذ محمود احسن والله ده يبقى جميل ليه بقى لانها تحرك الحركه اللي انا مش عارف اتحركها من بدري اتفرجوا بقى على الابداع من اليمين يا حوده ابدا منين من اليمين يا حوده يا عمي من هنا بقى من هنا لو جايز قول نبدا ده انت هتاذى ازا يا محمود اسمع اللي انا بقول لك عليه لا محمود لعيب فيها عارف هيأذي ليه لا يا باشا شعره نازل على عينه مش هيخليه يلا محمود مش هيخليه يقدر يكمل ابدا محمود هتلاقيه بعد ما يعدي الربع كده هيبقى محتاج يعدل شعره من على عينه صدقني اني لو كلمت تاني اخصم منه 10 ليه ما كانوا بيكلموا يقول لك اخصم منه مين هو اخصم مننا احنا هدى خلي البتاع ده ورا وسط الناس ان شاء الله عليك يا حوده والله ولا هز لغايه دلوقتي ان شاء الله ينفع تشيلني تحركني لا وبعدين ايه ممكن ازقك برجلي يعني انت لم تصل في انك بدات من اليسار كان لازم تبدا من اليمين لا عادي سيان لا لا دايما نبدا باليمين لف الدايره سيان هو ده يمين الكاميرا عشا حوده ادي ازه لا معاك مدينه محمود هيزهق هو يمشي بالراحه كده بس هيزهق لا معاك ده هيزهق راجل مؤلف بقاله طويل تقعد تستنى كلمه يومين عشان تجي له ما تقعدش بتاع العربيه عملها معاه النهارده فهو هتلاقيه يعني ايه انت بتفكروا ليه؟ بتضايقوا ليه؟ بتضايقوا ليه؟ مش حد يأثر عليك لا هو ما بيتأثرش ما شاء الله عليه بس انا بصراحه لا مش انت حوده ما تتكلمش ان شاء الله لا يا باشا عايزين المتين يا حوده عايزين لا ده ما شاء الله ده داخل هم بيوتروك خلي بالك قطر يا باشا قطر لا مش زيك يا استاذ هاني يا استاذ هاني انت اول مره تلعبها والله اكبر عليك بص السرعه بص السرعه في الاداء لا ما في سرعه هو على مهله واحنا ما وراناش حاجه بس الثقه مخلياه ما شاء الله شغال يعني بتهرش ما تقولوش ترى ما شاء الله عليك يا استاذ حمدان ايه ده مالك ايه الابداع ده ايه ده يا شباب ايه ده يا شباب بص اللفه دي اللفه دي احتمال كبير يقاس فيها لا ولا يفرق معايا يا باشا استنى يا هادي صقر وله في الجبال علامات الصقر ماله يا عيني على الحركه شفت حركه رجله باليرينا صقر 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 وليه في الجبال علامات انا مالي النور هيطلع والاستوديو هيتهد فوق دماغك صقر وليه في الجمال علامات الاستوديو كله صح والله العظيم نورت يا محمود خلاص خلاص لا تبكي على لبن مسكوب لا تبكي على لبن مسكوب ولكن ايه ده هو لعيبه قبل كده يا استاذ حمدان لعيبه قبل كده لعبها قبل كده عشان كده كلهم لعبوها قبل كده معدل عشان كده بس انت لعبتها ولا اجدع واحد لعبها اول مره فعلا حلو لا انا اول مره لعبتها كنت تاني ايه 200 كنت في سكور سريع اهو مش انت انت وحمدان ما شاء الله يعني ما بتجلوش يا محمود جاهز خلاص خلص ما تتغرش يا حمود يا باشا خلص خلص الصعب خلص الصعب خلص الصعب لا اصحى انا نايم ساعتين بس النهارده بكتب مسلسل امال لو كنت نايم كان انت عملت ايه هنا ما هي بيوقف خليك تتكلم امال لو كنت نايم انا اتلخبط بالراحه امال لو كنت نايم كنت عملت ايه بس يا محمود كله فداء الجمهور جمهور المجد الوافي ايوه كله لله يلا خلي بالك عشان دي صعبه محتاجه انك ايه تركز في الحلقه عاش على مهلك يا على مهلك حاسس ان الغرور واخدني شويه وهعز ايوه لا انا شايف ده انا شايف ده بس مش حاسه لا لا مأزش انت حبيبي يا غزي من عينيا حبيبي يا حودي تقم مأزش وبدا من الصعب خلص الصعب الاول بيلعب في السهل هو دلوقتي عاش هانت يا حسن هانت الصعب كله فات انا عليه غير الراجل عمال لا لا هو ده يعني بيتعود على كده من اول ما ضم معانا هاي هايل استاذ ايهاب حاسس ان انت توترت عشان الدور جاي عليك لا خالص انا متوتر عشان هو مأزش
يا سلام برافو يا حودة، برافو يا حودة، يا سلام يا حودة، يا سلام 200 احسنت يا حودة 200 يا سلام. والان مع الفارس المغوار ايوه اللي مش هيقف ولا وصاحب السيف البطار استاذ ايهاب، عايز اقول بكار مش عارف لازم الوزن بقى الوزن معلش استاذ ايهاب بكير هيورينا اللي ما شفناهوش. انا ليا مره تجربه مش كده؟ اه براحتك مره تجربه. ايه ده انت ما عملتهاش قبل كده ايهاب؟ لا بيد واحده بس فهمه بقى اللعبه. لا انا قلت لك هتمسك ازاي بيدك الاثنين بيد واحده كده دي. لا بيد واحده يبقى انت كده مش فاهم. بيد قدام وايد ورا. لا ايد هنا كده. ايوه هنا كده عايز اعمل لك دي عشان امسك. لا ايوه كده على التكنيك بتاع اللف بس يا ايهاب اقل من مهلك ده ان شاء الله. الايد اللي قدام دي بقى ان شاء الله هيستخدمها في لف هيغلط 10 غلطات ان شاء الله. ان شاء الله ولا غلطه باذن الله ان شاء الله يا حبيبي. حاضر ها يا استاذ ايهاب نبدا. بس كان المفروض يا استاذ غزي تضيق الحلقه دي شويه لفريق السيف. يا ريتك بدات. يلا يا استاذ ايهاب يلا ارجع يلا. ده احنا هنضحك ضحك. خلاص جاهز؟ المفروض ده اقول لك الحلقه شويه. جاهز؟ المفروض ده اقول لك الحلقه شويه ان شاء الله. جاهزين ده انا احنا ولا انت؟ انت اللي من اول مره. الله يلا أكبر. بسم الله بدانا. ده انت جاي بدانا يا اولاد بدانا. بدانا يا اولاد. يلا بينا. بس يا محمود براحتك محدش مستعجلك. انت كده سريع يا بوب. لا كده حلوه بس هو يحافظ على ده. وسط ايدك يا ابني. وهي بقى فكره يخليك مرن بقى دراعك مرن عشان هتطلع وتنزل خير ان شاء الله يا هن ما تقلقش. وسطا لف وسطا. يا سلام. ما تقولوليش وسطا. طيب خلاص انا اسف. سيبه وهو ماشي لوحده. سيبني الف انا يا جماعه ووسطا. انت لازم تهز مره عشان العيد. ما تقلقش يا حوت انا عشان اول مره فلازم اساعده شويه يعني. طب لازم تسلم يا استاذ. انا عمل لو عملتها تاني مش هز ولا بقزه زي الاستاذ ايهاب بالظبط. ان شاء الله ما هزتش. عاش هي خبطت بس ما هزتش ولا اي حاجه. بلاش الحاجات دي اللي بتحصل ورا اقول لهم عشان مش هتوترني. مش هتوترك؟ لا الحاجات دي عاش خلاص ما تشغلش بالك بيها. لا الاهات دي ما تشغلش بالك بيها عشان انا عايز اشوفك هتنقل رجلك ازاي. بس عايز النقل في الرجل. نقلة الرجل ايه الفكرة كلها نقلة الرجل. بوب انت ما شفتش ال نقلة الرجل. عاش يا استاذ ايهاب. ايوه اهي اول ازاي عشان العين بس حصل العين فعلا. شفت نقلة الرجل بيها العين. نغزي بيها العين. كل حاجة ترميها على العين. بقول له نغزي بيها العين. كل حاجة ما انت كنت بلعب كويس. مرة واحدة قال لي برافو يا محمود. انا قاعد انقع على خصم محمود واقول ما شاء الله. العين مالها. انا الخايف صح؟ صحيح انا عمال انقع عليك انت والراجل بقول ما شاء الله. ما شاء الله. مفيش نقل خالص. لا قبل انت ما تدخل. اه بالظبط. حميد الا باذن الله. وبعدين في مثل بيقول لك العين عليها ايه؟ حارس. لا فوقيها حاجة. لا فوقيها عليها ولا فوقيها؟ لا فوقيها حاجة. يا هاني ده مثل ولا انا كنت اقول مثل تاني عين عليها حاجه. عايزك تشجعني. انت عمال تهز واحنا والله بوب يعني خلي بالك انا عايز اجيب فانيا. الالعاب ما عليهاش درجات كتير يعني. جيب لك دوتين تربيت. مين اللي سماها الاز طيب؟ هي كده اسمها الاز؟ اللعبه دي انا اللي مسميها. انت اللي مسميها الاز؟ لعبه الاز. بس اسم حلو لان زمان واحنا صغيرين الصغيره كانت بتقز ما كانتش بتنور كانت بتعمل اس. اه كانت في لعبه من دي واحنا صغيرين. اه طبعا ما لعبتهاش. استاذ ايهاب اهي اهي عز خلاص. ده هو اصلا ما كانش صغير. هو اتولد كبير. تاني عزه تعرف هي المشكله في ايه فعلا؟ في الحركه. في لا الحركة. انت مستعجل وماسك غلط عشان اقول لك. بس هو انا ماسك غلط اصلا. لا انت كده هتوتره. ايوه بس كده صح. على مين معاك؟ 108 هي محتاجه. اه بس هدوء وسياديه اكتر. اعصاب اكتر. صح يا حوده. صح جدا. ده البتاع كلها اتحركت. 170 حوده ما تكلمنيش تاني. ما تكلمنيش تاني يا حوده. بس يا محمود شكلك حلو قوي في المنتر. بس يا محمود الله اكبر. الله خصم 10 من محمود. الكنترول قال لي تخصم 10 من محمود. برافو محمود حمدان. لا برافو على الكنترول. برافو على برافو. طب انا مالي موضوع تبع البرنامج خصم منه هو لوحده. احنا خصمنا منه هو لوحده. هو عامل لوحده وانت مدل لوحدك. بيضحكوا عليك. قال لك ماشي. انا مش عارف بس انا باصص في غزي فتمام يعني. انا مش هتكلم تاني. يلا 140 160 واعمل لك 40. ماشي مش هيوقع حاجه تاني. يلا 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 ما يجرش حاجه. لا على مهلك على مهلك. انا بدات اسرع. بدات منك بقى. لا ما تسرعش. انت ما تعرفش حاجه. انت
ابتدى ياخد الثقه. عاش عاش والله. بس اهو انت ده اخر خطوه اللي فاهم راحتها اهي اهي 150. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بس اصلا غلط في حد ما لعبش يا اولاد. انا ما لعبتش يا غزي. يلا تاني. في حد ما لعبش يا اولاد. ليه غزي بيقول ما حد ما لعبش قبل كده؟ ما لعبش حد وكمل الحلقه. محتاجه يعني اول مره تعملها. ده زي الفل قوي كده كويس. انا استاذ اب كير 150 160 درجه مش عارف سلوكي سهران 160 درجه مش مشكله. والاستاذ هاني 190 صح كده؟ ايوه 190 وخدت 10 من محمود. 160 لا مفيش 10 قطع. ومحمود فتح الله. محمود فتح الله ومحمود حمدان عمل ايه؟ يا ترى محمود حمدان عمل ايه يا ترى؟ محمود فتح الله جاب كام يا محمود؟ 180. وانت 190 200 200 لا انت قلت 190. لا 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 خلاص خلص الموضوع. ايه رايك زميلك؟ زميلك هيموتك.